السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل إنارة خفية في قلب المشروع بتاعنا، فخلينا نقول له هنا عايزين نضيف زي كاميرا من هنا لهنا، لو أنت عايز تعدل الرؤية والحاجات ديت اختار الأدوات ديت وتقدر تعمل ووك وتمشي بالراحة خالص في قلب المبنى بالشكل دوت. طيب عايزين نبدأ نضيف حاجة كده في السيلينج نخلي فيه نار. طيب هنا من ليفينج وان 2700، تمام. طيب تعالى نخش كده في الايست، هنلاقي ان في هنا عندي ليفل 1 وعندي ليفينج روم الماينس 550، تمام. عايزين نخلي بقى عند السيلينج دوت نحط نفس السيلينج، بس هنخلي فيه المادة بتاعته تكون مشعة أو فيها إنارة ذاتية. أقول له كومبوننت بليس أ كومبوننت، خلينا أقول له موديل إن بليس ونقول له إنها سيلينج. أوكي، أقول له إكستروشن وهيسألني الارتفاع كام، فأنا هقول له دلوقتي 2700 و2650، بس هو عايز ينسبها لليفل 1. احنا هنا كنا بنسبها، هو التاني مكانش بنسبها لليفل 1، ففي فرق تقريبا 550. هخلي دي 2000 دلوقتي لحد ما نحسبها 2100 2000، وممكن بعد كده نبدأ نعدل فيها زي ما احنا عايزين. طيب هقول له ان انا عندي الشكل اللي انا عايزه على حدود السيلينج اهوت، تمام. واقول له انا عايز اعمل اوفست بمقدار 150 وكوبي، وابدا اعلم كده تاب تعمل بالشكل ده اهوت، تقول له اوكي، تمام. خلينا نشوفها بقى في الفيو بتاعنا اهيت، تمام. نقدر بقى نطلعها شويه، نخلي دي مثلا 2100 ل 2150 بالشكل دوت. طيب حتى الان دي ما اديناهاش حاجه تخليها ماتيريال، خليها شفاف. خلينا نيجي هنا واقول له نيو ماتيريال واقول له رينيم اليو ام، واقول له ابيرنس، واقول له انا هختار لك ماتيريال تكون فيها اناره خاصه بيها. خلينا نختار ماتيريال زي كده، تمام، يكون هي نفسها مصدر للضوء. اللون ده اصفر ماشي مفيش مشكلة، وهنا تقدر تعلي الإنارة لو انت حابب. اوكي بالشكل ده. طيب تعال نعمل بقى ريندر. طيب هروح لقائمة فيو واقول له ريندر، هنا هختار مثلا ميديم، هنا السكرين البرينتر، هنا المقاس بتاعي. طيب لو انا عايز اغير في المقاس دوت ممكن تعمل سيلكت على دوت وتقول له سايز كروب، وعشان حافظ بين المسافه بين الويتس والهاي خليها سكيل، وخلي دي مثلا 250 وقول له اوكي، تمام. كده ما تحسش ان هو زود حاجه، بس لما تيجي تعمل رندر او تيجي تطبع هتلاقيه المقاس بدأ يبقى افضل. هنا هقول له مثلا خليها اول مره خليها صن اند فشل، والمره الجايه هنخليها فشل بس. ومن هنا ممكن بقى تظبط الاعداد بتاعتك، وممكن تخليها فاتحه شويه او كذا. او عمل رندر بس شمس موجودة فعشان كده الموضوع مش واضح، فاقول له ستوب. بس انا حبيت اوريكم بس ايه العناصر معمولة ازاي، وبعد كده ممكن نقول له دلوقتي artificial only واقول له رندر.
زي ما انت شايف هي الإنارة بدأت تبقى موجودة. طبعا بقية الحاجات دي المفروض بقى بنبدأ نظبط الإعداد بتاعتها، الكاميرات بنظبط الإضاءة بتاعتها والحاجات دي كلها عشان الشاشة تطلع بشكل كويس. حتى الماتيريال بتاعت الفلور والماتيريال بتاعت الحوائط بنظبطها، لأن هي معمولة هنا ما بتعكسش أي نور خالص ولا حاجة خالص، بس دي اللي احنا مركزين عليها، اللي هي الإضاءة اللي احنا ضفناها إضاءة خفية في قلب السقف. تمام، وطبعا هتبقى جودة أعلى لو احنا علينا الحاجة، احنا نخليها ميديم بس احنا ممكن نعلي الإنارة. طبعا طيب خلينا نفتح الصورة، هروح للرندر وأقول له إن أنا عايز أفتح الصورة بس شوية. أوكي تبدأ تظهر معايا بالشكل دوت، وتقدر تعلي الجودة لحد ما توصل للجودة اللي انت عايزها.